سورة العاديات سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة مما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. والعاديات ضبحا، فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون وجرين. فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا، وإلا فإن الغارة تكون في كل وقت، وهذا أمر أغلبي. فالمغيرات صبحا، فآثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا، فالنقع الغبار. فوسطن به أي براكبهن جمعا، أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. والمقسم عليه قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فيؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود، والله شهيد على ذلك. ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على رضا ربه. وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حافا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وهو مجازيهم عليها، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت، لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. نسأل الله أن يحسن بواطننا كما من علينا باتباع نبينا في ظواهرنا.